عودة إلى الإعلان عن التحالف الخماسي في العراق تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة. ومن بغداد ينضم إلينا محمد فاضل مراسلنا. مرحبا بك محمد. بعد إعلان التحالف الخماسي لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، ما هي ردود الأفعال في الداخل وما هي المقررات التي خرج بها التحالف محمد؟ نعم رويدة، يعني ردود الأفعال كانت من قبل الكتل السياسية الأخرى التي لم تشترك في هذا الإعلان، قالت بأن هذا الإعلان هو مجرد نواة للكتلة الأكبر وليس الكتلة الأكبر. هناك حديث عن أن هذه القوى الأخرى التي لم تشترك في هذا التحالف يمكن أن تشكل تحالف أكبر أيضا وأن تعلن نفسها ككتلة أكبر، يمكن لها أن تصطف مع الكتل الأخرى الكردية وحتى كتل المحور الوطني التي تمثل الكتل السياسية السنية وأن تعلن نفسها هي الكتلة الأكبر وأن تشكل الحكومة. أيضا في نفس الوقت هناك أصداء شعبية متباينة، هناك من أيد هذا التحالف وهناك من ربما انزعج من وجود هذا التحالف. على العموم يعني هذه الكتلة أو إعلان نواة الكتلة الأكبر حركت المشهد السياسي العراقي وأيضا استطاعت أن تعطي دفعة للسياسيين للمضي بتشكيل الحكومة المقبلة. هناك توقعات أو أغلب التوقعات تشير بأن بداية شهر سبتمبر ستكون هناك الجلسة الأولى للبرلمان، وأيضا ربما ستحدث متغيرات كثيرة يعني داخل البرلمان، لكن الجميع ينتظر ما ستؤول إليه الأمور. طيب هذا فيما يخص جلسة البرلمان محمد، المرشح لرئاسة الوزراء والاتفاق على الرئاسات الثلاث. هذا فيما يخص جلسة البرلمان محمد، لو سمحت لي إن كنت تسمعني، هل تم وضع سقوف زمنية للاتفاق عفوا على البرنامج الحكومي المقبل، خصوصا يعني بعد إعلان المحكمة الاتحادية العليا مصادقتها على نتائج الانتخابات النهائية لمجلس النواب؟ محمد هل تسمعني؟ المصادقة على النتائج أيضا حركت الكتل السياسية وجعلت الكتل السياسية تتسارع يعني تتنافس فيما بينها لإعلان الكتلة الأكبر. المصادقة جاءت من قبل المحكمة الاتحادية دون وجود تغييرات كبيرة، كان هناك تغييرات طفيفة جدا حدثت في أسماء المرشحين أو حتى في نسبة الكتل الفائزة. أغلب الكتل أو أغلب المحافظات الوسطى والجنوبية وحتى ربما الشمالية كانت نسبة المطابقة بها كبيرة جدا ووصلت إلى نسب كبيرة، نسبة 90% 99% نسبة 100%. لكن في نفس الوقت أيضا اليوم المحكمة الاتحادية ربما يعني أدت ما عليها ودفعت بالكرة إلى ملعب الكتل السياسية التي من المفترض أن تسرع في تشكيل الكتلة الأكبر. أمامها يعني أمام الكتل السياسية 90 يوم لإتمام تشكيل الحكومة بالكامل. ربما قبل هذا الوقت ستعلن الكتل السياسية مسألة تشكيل الحكومة وتفاهماتها. طبعا هذا الأمر كما يقول البعض أنه قد يخضع للضغوط الداخلية وحتى الضغوط الخارجية. نعم محمد فاضل مراسلنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.